البلوزه دي هتبقى معانا ب 35 جنيه 110 تمام 30 جنيه تسلم. كده دي برضه هتبقى ب 35 جنيه 120 جنيه ده السيوية 30 جنيه مقاسات كبيره دي ب 55 جنيه ب 80 جنيه شميز نصين مقاسات وبيك سايز شيفون مبطن ب 75 جنيه 80 جنيه طب والله حلو بيك سايز بالوانها ب 75 جنيه 40 جنيه 45 تمام مراشه ساتان تلبس معانا مقاسات كبيره عامله معانا 90 جنيه جينز بلسي ب 50 جنيه صوبة عامله معانا 70 جنيه جاردن زي كده اي جاردن من دول ب 110 هم مبطن ب 65 يا جماعه 45 جنيه تلبس لحد 90 كيلو ب 45 جنيه معانا ب 65 جنيه دول هيبقى عامل معانا 100 وكام 110 100 ده الابيض والاسود وعامله معانا 70 جنيه 30 بدل 350 دي معانا ب 70 جنيه 100 جنيه تمام كمان خامه رويال عامله معانا 70 جنيه 20 دي جينز واخده بالليسي بالحزام بتاعها شميز رويال يا جماعه عامله معانا 75 جنيه الشميز ده طبعه وش وضهر ب 75 جنيه 110 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النهارده عند نمبر 1 كسر اسعار بقى يا جماعه البلوزات والدريسات النهارده هيكون معانا صيفي وشتوي والاسعار بادئه معانا من اول 35 جنيه والناس اللي سالت على المقاسات الكبيره موجوده هنا يا جماعه باسعار حلوه جدا تابعوا الفيديو للنهايه وما تبخلوش علينا بلايك وشير بحبكم في الله ويلا بينا نشوف عرضنا النهارده نمبر 1 الاسعار بدأ من كام يا علاء 35 ب 35 جنيه خلي وشها ليا كده قطعه قطعه بعد اذنك يعني البلوزه دي هتبقى معانا ب 35 جنيه حاجه زي كده برده شغل استراس زي كده دي برده هتبقى ب 35 جنيه تمام في موديلات من 35 عايز زي دي هتلبس من فوق اه دي تتلبس قطعه من فوق تحتها شميز وتجيب 55 جنيه في منها الاحمر والاسود كمان احمر واسود وزهري تمام والاخضر تمام والكشمير الوان منها متاحه وتجيب 55 جنيه تمام في ايه تاني معانا؟ دي 75 جنيه لونها كلها موجوده اه طب ممكن ايه الجمال ده؟ ده مقاسات بيك سايز يا جماعه مقاسات كبيره بصوا المقاس مرتاح قوي يتلبس معانا يعني بصوا بيك سايز شيفون مبطن ب 75 جنيه طب والله العظيم حلوه بصوا الوان منها متاحه وتلبس بيك سايز بيك سايز بالوانها ب 75 جنيه حلوه جدا دي شيفون مبطنه برده في حاجه زي كده عايز اقول لكم دي ساتان تحفه يا جماعه حلو قوي قوي فراشه ساتان دي 90 انا عايزه بس تفرد قصادي القطعه دي كده بصوا كده يا جماعه فراشه ساتان تلبس معانا مقاسات كبيره عامله معانا 90 جنيه حلو قوي في منها الاسود وفي الكافيه الكافيه اهو يا جماعه تحفه تحفه بصوا معانا عامله 90 جنيه وفي الابيض بتاعها كمان معاها الحزام بتاعها ودي عامله 90 جنيه تمام تسلم ايديك في تاني معانا اه الرسمه من تحت اللي بتختلف يا جماعه دي عامله 70 دي سكوبا عامله معانا 70 جنيه سكوبا فرويال صح اللي تحت ده رويال واللي فوق سكوبا تمام وعامله معانا برضو ايه 70 جنيه يا جماعه بكل اشكالها تسلم ايديك تمام 65 جنيه بصوا معانا تونيك طويل عامل 65 جنيه ده شيفون مبطن ب 65 يا جماعه طب والله حلو قوي استك من هنا ونزل على كلوش كده ده معانا ب 65 جنيه الوان برضو منه موجوده يا علاء الوانه كلها موجوده تمام بصوا القطعه دي برضو اه ابيض واسود عامله كام؟ ب 70 جنيه خليهم وشهم ليا الاثنين بصوا كده يا جماعه ده الابيض والاسود وعامله معانا 70 جنيه من فوق من هنا سكوبا وتحت رويال اللي هو الوشاش ده تمام وعامل معانا 70 جنيه البلوزه القمر دي سواء اسود او ابيض تمام بصوا معانا حاجه زي كده دي برده ب 70 جنيه سواء بصوا معانا هي فوق زي الاوف شولدر الرسمه بس تبان حلوه جدا ودي معانا ب 70 جنيه تمام واخده رسمه من هنا عشان تبان معانا بس اهي يا جماعه دي ب 70 الظهر بتاعها منقوش والظهر بتاعها منقوش 70 جنيه تمام فيرزاتشي برده يا جماعه عامله معانا 70 جنيه منها الرسمه دي برده بصوا كده الرسمه دي برده معانا 70 لا ومن على الكم كمان خامه رويال عامله معانا 70 جنيه حلو قوي دي برده سعرها حلو جدا تمام زي دي برده بصوا كده معانا دي برده ب 70 جنيه دي شيفون يا جماعه بابل مبطنه لحد الكم كمان ومن تحت واخده بالليسي بالحزام بتاعها ودي ب 70 جنيه بصوا اللون الثاني منها برده كل ده ب 70 جنيه في منها الوان يا جماعه كلها شيفون ومبطنه لحد الكم كمان تمام دي ده بقى في معانا شميزات زي كده الشميز بكام الشميز ب 75 جنيه حلو قوي ده ده شميز رويال يا جماعه عامل معانا 75 جنيه طباعه من الظهر كمان ورينا كده يا علاء بصوا ده في طباعه من الظهر كمان الشميز ده طباعه وش وظهر ب 75 جنيه حلو قوي قوي الديور ده تمام اهو يا جماعه ده ب 75 جنيه طباعه وش وظهر زي ما انتم شايفين ب 75 جنيه تسلم ايديك منها تلات الوان في تلات الوان وعامله كام؟ 90 ب 90 جنيه شيفون مبطن ب 90 جنيه والكم كمان بومبيه يا جماعه حلو قوي 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 ورينا على اللون ده عشان تبان معانا بصوا كده
والابيض، ثلاث الوان منها يا جماعه، ابيض واللون اللي هو الاخضر والاخضر والاسود، واخده كمان بومبين، عايزه اشوف مقاسه بس تلبس معانا 85 يا جماعه مرتاح. تمام، ودي قلنا بكام؟ اللي معاك دي ب 90؟ دي ب 90 جنيه. تمام، تسلم ايدك. هنيجي بقى للدريسات والعبايات الجينز، عامله كام دي؟ 320 ودلوقتي 180 بدل 320. دي جينز تمام، الدرجات الوانها متاحه. تمام، في منها مقاسات ولا؟ مقاسات. تمام، في ايه تاني معانا؟ بصوا كده برضه، ده رويال يا جماعه، ده هيبقى ب 110 دريس زي كده ب 110. 110 بدل 150، ده الخامه الرويال، ابيض واسود بس صح؟ اه ابيض واسود وفي كشمير، وشايفه المنت برضه في الاول. تمام، بصوا كده معانا، ده حلو قوي، مقاسات كبيره، ده مقاسات كبيره، كان عامل 280. ثانيه واحده، الخامه ايه؟ ده الشيفون يا جماعه مبطنه، عامل كام دلوقتي؟ عامل 150. ده ب 150 جنيه مقاسات كبيره، يلبس مثلا 3 اكس؟ لا هو 3 اكس اصلا، 3 اكس. بص انا خدت، بص يلبس معانا لحد 90 كيلو يا جماعه، وعامل معانا 100 وكام؟ 150. 150. الناس اللي بتسال على الدريسات المقاسات الكبيره يا مكه والحاجات المقاسات الكبيره، النهارده عرضت لكم كذا بلوزه مقاس كبير، ودلوقتي اول درس معانا برده 110. ممكن تفردي لنا الكلوش بس على يبان معانا؟ اه 110. بصوا الدريس القمر ده يا جماعه هيبقى ب 110، ده سكوبا ولا ايه؟ سكوبا. سكوبا يعني يمشي معاكم صيفي وشتي، والله تحفه، عامل 110. تسلم ايدك. بصوا معانا الكارو برضو يا جماعه، الكارو عامل معانا 140 جنيه، حلو قوي، ده عامل زي السلوبيتا بس هو قطعه واحده مش قطعتين، واستك من الكم كده حلو قوي، 140 جنيه. تمام، بالوانه برضو كلها، شايفه الاسود واللون اللي هو حلو قوي، كل ده ب 140 جنيه. تسلم ايدك. في اللي جاي ده بقى على 120، ده تل مبطن، ده تل مبطن بالوانه برضه، الالوان ونقشات، التل ده حاجه تحفه في اللبس، 120 جنيه. خلي بس وشه ليه عشان يبان كده شويه. لا بصوا ده ب 100 وكام؟ 120 جنيه، تل مبطن، اشكال منه متاحه برضه زي ما انتم شايفين، كل ده ب 120 جنيه. تسلم ايدك. بصوا الكشمير بتاعه تحفه، كل ده ب 120. تمام، تسلم ايديك، كل ده ب 120 جنيه يا جماعه، تول مبطن. تمام، تسلم ايدك، الوانه كلها متاحه. تمام، في معانا الشيفون ده مقاس كبير، مقاسات كبيره، لا انه يلبس 3 اكس مرتاح، كان عامل 350، النهارده ب 130. 130 بدل 350، ده ينفع مقاسات، ده ينفع مناسبات كمان يا جماعه، حلو قوي قوي، ومقاسه يلبس 90 مرتاح. الناس اللي بتسال على المقاسات الكبيره يا جماعه، حلو قوي. تسلم ايديك، ده ب 100 وكام؟ 130. الابيض بتاعه ينفع كمان لعرايس وكاتب كتاب، وفي المنت جرين اللي زي كده، كل ده معانا ب 130. فرد لنا الكلوش كده معلش يا علاء. بصوا يا جماعه، تلبيس كبير. تمام، تلبيس كبير عامل معانا 130 جنيه. تسلم ايدك. تمام، دي ب 150. بصوا ده يا جماعه هيبقى عامل معانا 150 بكل الوانه، حلو قوي قوي ده برضو، ده تل مبطن صح؟ تل مبطن، تل مبطن. بصوا كده معانا اهو، لا واخد كلوش من تحت شكله تحفه، حلو جدا. قلنا ده معانا بكام؟ ب 150 جنيه. تسلم ايديك، اشكال منه كتير لاني شايفه، بصوا في الوان واشكال منه. تمام، كل دي درجات الوان ليه، رسومات والوان. تمام، تسلم ايدك يا علاء. معانا الجيب دي، هي دي جنس ولا ايه؟ جنس؟ ده جديده قوي دي، حلو قوي. لا بس مش جنس دي، عارفين اللي هي القطيفه اللي هي الشموا، لا جنس يا جماعه، ده من تحت مفروض ده جنس، حلو قوي. جنس بليسيه بكام؟ عامله كام؟ ده عامله 50، ب 50 جنيه، دي جنس بليسيه ب 50 جنيه. تمام، حلو قوي، تسلم ايديك. بس تلبيس صغير اللي هو 65 70 حاجه كده، يعني لارج اكس، دي ب 90، دي سكوبا، دي سكوبا بليسيه عامله معانا 90 جنيه. دي اللي نازله صك ولا الكلوش؟ نازله الكلوش، كلوش اهي، كلوش عامله معانا 90 جنيه. تمام، تسلم ايديك، حلو قوي. دي سك، دي سك مدارس برضو، دي 90. دي عامله معانا 90 جنيه سكوبا يا جماعه، الوان ولا اللون ده بس؟ كحلي واسود، كحلي واسود، وعامله معانا 90 جنيه. تمام، دي برضو معانا، دي مقاسات، دي مقاسات 90 جنيه، دي برضو هتبقى ب 90 جنيه مقاسات يا جماعه. كل ده ب 90. بصوا تمام، دي ب 90 كلها سكوبا، الاسود بس، اسود بس عامله 90 جنيه. تمام، معانا درس زي كده برضو، ده كتان ده ولا ايه؟ كتان، كتان صح؟ حلو قوي ده، مقاسات ولا مقاس واحد يا علاء؟ هنشوف لكم برضو، مقاس واحد، مقاس واحد، عامل كام الكتان ده؟ ده
ده عامل 120 120 جنيه. ده درسك التاني يا جماعه، بصوا ده درسك التاني عامل معانا 120 جنيه بالوانه بس تلبيسه اللي هو ايه 75 يبقى حلو قوي. 80 لو انت طويله وعامل معانا 100 وكام؟ 120 120 جنيه. الوان برضو شايفه معانا اللافندر والابيض والنحاسي والهافان، حلو قوي. تسلم ايديك. تمام. سكوب ابيض، سكوب ابيض زي كده ب 110. اه ده سكوب ابيض عامل معانا 110. ممكن عليه بلورو قط كمان يتلبس، حاجه قط فوق تبقى حلو قوي. ده عامل معانا 110 سكوبه، ممكن تاخدوه كمان بزك هيمشي معاكوا قوي، بس هو الابيض بس مفتوح. ده جردنات مفتوحه زي كده، عامل كام ده؟ 110. بصوا كده الجاردن ده يا جماعه يبقى معانا ب 110 جاردن زي كده، اي جاردن من دول ب 110. تمام. تسلم ايديك. سواء حروف بقى او اللي هو بكنار ده. تسلم ايديك. سلوبيت، سلوبيتا زي كده برضو جنس دي ب 220. بصوا السلوبيتا الجنس دي يا جماعه عامله معانا 220 رمادي اه في الرمادي بتاعها كحلي فاتح وغامق، كحلي فاتح وغامق والرمادي ب 220. ودي معانا ب 150. دي برضه ب 150؟ 150. تمام. السلوبيتا الجنس دي ب 150 جنيه يا جماعه، حلو قوي. ومعانا حاجه زي كده برضه سلوبيتا زي دي عامله معانا 100 جنيه. تسلم ايدك. تمام. في معانا حاجات برضه محروق سعرها. مقاسات، مقاسات كبيره. اه تلبس لحد كام اكس؟ لغايه 90 كيلو. تلبس لحد 90 كيلو عامله كام؟ 45 جنيه. ب 45 جنيه، تلبس لحد 90 كيلو ب 45 جنيه. كل درجات الوانها متاحه. تمام، كل الوانها متاحه ب 45. اه. ودي برضه نفس السعر اللي هي في الاخر دي؟ ودي اه. لا اللي في الوش الموف دي. دي اه. دي برضه ب 45 جنيه. 45 تمام، كل الوانها موجودة يا جماعة. عايز ايه دي؟ مسافتها كبيرة. الناس اللي بتدور على البيك سايز يا جماعة عاملة كام؟ انا اللي في ايدك ب 70 جنيه. طب والله العظيم تونيك او ميني مقاس كبير ب 70 جنيه. حلو قوي، الوانه كلها ورا. زي كده. ده كتانات يا جماعة. 125. 125، هات لنا القطعة اللي على الوش تبان. بصوا يا جماعه دي كتان مقاسات كبيره ب 125 جنيه. قصتها حلو قوي بجد، تحفه. دي ستان، دي ستان 90. وخلي ننزلها بس لتحت تبان معانا عليا. لا سيبها واحنا نشوفها عادي. بصوا كده معانا بكام؟ 90. ب 90 جنيه. دي ستانات ب 90 جنيه. تمام. والجيبه اللي جنبها دي عامله كام؟ دي عامله 110. 110 جيبه زي كده ب 110. تمام. في ايه تاني معانا؟ في دي عامله كام؟ 125. 125 جنيه، حلو قوي قوي. انا عايز اقول لك في تشكيل كبير جدا موجود هنا. دي عامله كام؟ 80. ب 80 جنيه. طب والله حلوه دي برضه ب 80، سعرها كويس لانها طويله. مين. الشميز ده عامل كام؟ 80. ب 80 جنيه شميز نصين مقلم. تمام. تسلم ايدك. دي ب 110. دي هتبقى ب 110 يا جماعه، بصوا اهي عشان تبقى معانا. اللي هي دي هتبقى عامله معانا 110. 110. تسلم ايدك. واللي جنبها دي؟ دي 70. 70 جنيه، مقاسات كبيره برضو يا جماعه. الوانها ايه؟ الوانها كلها متاحه. ثبت لي اول وشها بس تبان معانا كده. بصوا كده يا جماعه دي هتبقى عامله معانا 70 جنيه وبس. تمام. تسلم ايديك ب 70 جنيه، حلو قوي. وفي حاجات جبردين زي كده ب 130. دي 120. ودي ب 120 جنيه. تمام. تسلم ايدك. تعبتك معايا علي. بصوا دي اللي هي ب 130 بالوانها. تمام. في حاجات ب 110 درسات هنا وميني زي كده، ميني درس زي كده. بصوا المينيهات دي برضو. ده ب 110. بصوا كده اي ميني من دول هيبقى ب 110. تمام. ده شيفون مبطن ولا ده ايه؟ مبطن. شيفون مبطن ومطعم قطيفه، الاسود ده كله قطيفه. لا وتلبسه حلو مش صغير. اه تلبسه كويس، لبس 80 مرتاح. بصوا معانا برده حاجه زي كده. زي كده ده بالوانه عامل كام ده؟ 120. ده ب 120 جنيه. ده سي واي يا جماعه بالوانه عامل معانا 120 جنيه. 120. تمام. تسلم ايديك. عايز زي كده برده ميني زي كده اهو بالوان. بصوا الميني ده برضو فيه لمعه ده شويه. ده الوانه موجوده. الوانه كلها متاحه. عامل كام الميني ده؟ 110. ده برضو هيبقى ب 110. استنى ناخد على السكرين ما لحقناش نشوفه. الله يسلمك يا حبيبتي، عامله ايه يا حبيبتي منوره. بصوا كده. بصوا كده ده بالوانه عامل 110 يا جماعه. طب هات لي اللونين جنب بعض كده يا علاء بعد اذنك ونروح نشوف ال. طب ادينا وش ده عشان ده ظهره. بصوا كده اي ميني من دول هيبقى عامل معانا 100 وكام؟ 110. 110. تمام. تسلم ايدك. في الوان مني. بصوا دي الالوان بتاعت الميني اللي هو قصير من قدام. وقلنا عامل كام ده يا علاء؟ ده عامل 110. 110. تمام. في ايه تاني معانا؟ اربع الوان منه. تمام. معانا ايه تاني؟ معانا شتوي برضه زي كده. دي ب 120. بصوا كده دي شتوي بس مقاسها صغيره قوي. مقاسها
يعني انا ساتي محيراتي اللي هو يا جماعه 60 65 70 60 65 عامله كام طيب قبل ما تشيلها؟ انا 120 دي هتبقى ب 120 جنيه دي شتوي يا جماعه سكوبه، خلي وشها ليه بس نقول عليها السعر. دي ب 120 جنيه يا جماعه سكوبه شتوي بس مقاسات صغيره. تمام، في ايه تاني معايا؟ عايز زي كده برده زيها، دي مقاسات صغيره برده، عامله كام برده؟ بس دي اكبر سنه يعني تلبس اكس لارج، عامله كام؟ 120 برضو. ده هيبقى ب 120، ده شتوي سكوب يا جماعه بكل الوانه ب 120 جنيه. تمام كده برضه. بصوا ده معانا برضه بالوانه، عامل كام؟ كام ده؟ ده ب 110، ده برضه هيبقى ب 110. تمام، الخامه ايه؟ شيفون، شيفون بليسي من تحت يا جماعه وساده من فوق، كل ده ب 110. تمام، تسلم ايديه، تعبتك معايا علاء وشكرا جدا على الفيديو ده. احنا النهارده كنا عند نمبر 1 يا جماعه، العنوان هينزل لكم اتصور حالا، هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان وازاي نوصل. احنا دلوقتي موجودين في قلب ميدان العتبه، وده الجراج وده سنترال العتبه. هنوصل ازاي اصلا؟ هنركب مترو من اي مكان وننزل محطه مترو العتبه. اول ما هننزل محطه المترو هنخرج على طول، هنلاقي ده الشارع اللي بنخرج منه من محطه مترو العتبه. اول ما هنخرج ان شاء الله هتلاقوا الجراج على السنترال كده على الشمال، والجراج على اليمين زي ما انتم شايفين. هندي ظهرنا طبعا للجراج والسنترال، هنلاقي في وشنا على طول ده فندق الاندلس. انا بديكم علامات مميزه عشان ما تسالوش حد خالص وانتم رايحين ان شاء الله. ده فندق الاندلس، هنمشي على طول لحد العمارتين اللي داخلين على بعض قدامكم دول، اللي على اولها العربي سليمان. انا همشي معاكم برده بس اعذرونا بقى، الشارع كان زحمه جدا. احنا كده في قلب الرويعي، هنكمل ونفضل ماشيين زي ما انتم شايفين كده، لا هنحود يمين ولا شمال لحد ما يقابلنا اول تقاطع. الشارع ده بقى هتلاقوا فيه كاجوال كتير، الشارع اللي احنا فيه ده فيه طرح، فيه شنط، فيه كمان فروشات، شنط مستورده باسعار حلوه جدا جدا، خامات عاليه، وفيه كمان بتبقى شنط شعبي. معانا كمان شغل الكاجوال وانتم ماشيين، كل دي فرش موجوده زي ما انتم شايفين كده. هنفضل مكملين وهنمشي لحد ما ندخل الرويعي مع بعض كده. بصوا لا هنحود يمين ولا شمال، بصوا ملابس بيتي، شنط، شوزات، ملابس كاجوال، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه ان شاء الله وانتوا ماشيين كده. اول ما هيقابلنا اول تقاطع زي ما انتوا شايفين كده هنحب بس يمين علشان نوصل معاكم. بصوا اول ما حودنا يمين كده، بصوا هنفضل مكملين، معلش هي حته صغيره بس المكان زحمه جدا. هنفضل مكملين وهنمشي، بصوا اعذروني على التصوير النهارده، كان المكان زحمه جدا، لحد ما نوصل عند محمود يحيى رشدين. احنا على طول بنخش الممر اللي جنبه اللي هو ممر الزهور. انا ماشيه معاكم بالتفصيل وبديكم علامات مميزه عشان ما تسالوش حد خالص. كده احنا خلاص هندخل ده ممر الزهور، وهقوله فوق بقى ده مكتب يا مسهل بتاع الشنط اللي بعمل لكم منه جولات على طول. حبيت بس اوريه لكم عشان تعرفوا المكان برضه، هوريكم بقى مدخل العماره كمان لو حابين توصلوا له. بصوا ده مدخل العماره اللي بيطلعنا على مكتب يا مسهل بتاع الشنط، وبيطلعنا كمان على مكتب ابو العز بتاع اللانجري. حبيت بس اديكم فكره كده. اول ما هنطلع من الممر ده على طول هنلاقي مكتب مكه بتاع الكاجوال في وشنا زي ما انتم شايفين. ده مكه زي ما انتم شايفين، انا بديكم علامات مميزه ما تسالوش حد خالص. وهنا ده اولاد زكريا بتاع الكوتشي، مشهور ومعروف جدا في شارع العسيلي في العتبه. يعني لو انتوا كمان عند محطه المترو بتسالوا فين ولاد زكريا هتوصلوا له، بتاع الكوتشي ده. هنفضل ماشيين ومكملين كده، هندخل يمين، ربنا يجعلنا من اهل يمين. هيقابلنا محل اسمه شعبان، ده بتاع رجالي، تيشرتات رجالي برضو. هنكمل ونمشي على طول، مش هنحود يمين ولا شمال تاني ان شاء الله. بصوا ده محل اسمه الرضا برضو زي ما انتم شايفين، معظم الموجود هنا كوالين زي ما انتم شايفين، وشغل بقى ورق حائط والكلام ده. هنكمل ونفضل ماشيين بعديه على طول، هنلاقي ده نمبر 1 اللي عملنا منه الجوله النهارده. اول ما توصلوا ولو عايزين الشغل المقصور سعره الصيفي اللي معمول عليه العرض لكل حبايب ومتابعين يوميات مكه، ما تنسوش اللايك والشير واشوفكم على خير.